مساكم الله بالخير جميعا. فقط للتنويه، يعني لكي لا أبخس حق القائمين على قيادة الجمعية وعد، أنا لست نائب الأمين العام حاليا، كنت نائب أمين عام سابق، وهناك نائب أمين عام قائم ويقود الجمعية حاليا هو الأستاذ رضي الموسوي. التغيير الديمقراطي في البحرين، المطالبات الديمقراطية في البحرين طيلة 3 عقود. في الحقيقة طلب مني أن أعالج الموضوع فقط لطيلة 3 عقود، ولكن أعتقد من المفيد أن احنا نمد المطالبات بالديمقراطية في البحرين إلى أبعد ما كنا عليه في 3 عقود، لنتكلم عليه في ظل هيمنة قانون أمن الدولة السيء الصيت. ولذلك من المهم أن نتكلم عن مسألة طبيعة حكم التطور في المجتمعات، لا شيء يرجع إلى الوراء، وقمة ما يمكن أن يفعله أو يحاول أن يلعبه البعض، وخاصة المهيمنين القائمين على إدارة الحكم، ومن لف لفهم من المتمصلحين من هذه الهيمنة هو صد أي دعوة أو عمل أو حراك من أجل تطوير وإصلاح هذا المجتمع بكل ما أوتوا من قوة وجبروت، إلا أنهم لن يحصدوا في أسوأ الأحوال إلا الحفاظ على ما هو قائم، ولكنه أي هذا الواقع القائم من المؤكد أن لن يخلو من بأية حال من الأحوال من تأثير هذا الحراك أو ذاك في فتح ثغرة التغيير والتطور حتى في عقلية من يدير المجتمع، ولا شك بأنه سيحسب 1000 حساب لما هو قائم ولما هو قادم من الأيام في أعماله وبرامجه وممارساته لمتطلبات بقائه واستمرار نفوذه لفترات أخرى. بهذا المنظور المبسط لحتمية التغيير، أردت أن أؤكد بأن كل ما يقال عن فضل الحكام على شعوبهم على عن ما يسمى بنعمة الديمقراطية والتطور العمراني والمعيشي، وآخرها نعمة الحرية في التعبير عن الرأي الذي يعايرنا بها المدافعون عن الظلم والفساد في مجتمعاتنا العربية بشكل عام، ومنها ما نسمعه في وطننا البحرين، ليست منة من أحد، ولم يكن لأحد فضلا فيها على الشعب إلا الشعب نفسه الذي ناضل عبر عصور عديدة من أجل الوصول إلى أفضل مما نحن عليه الآن من حرية وكرامة. وعلى المستوى الديمقراطي لا ننكر بأن هناك تغيرا قد حصل، لكن السؤال الدائم المستمر عن شكل ومضمون ودرجة هذا التغير، هل حصل أو هل وصلنا إلى ما نصب إليه مثلنا مثل باقي الشعوب التي نالت حقها في الاستقلال والحرية والديمقراطية الحقة؟ نعم، كثرت التغني بلفظة الديمقراطية فيما بيننا وبشكل علني، بعد أن كانت هذه اللفظة أي الديمقراطية ممنوعة بين الشباب وقد تؤدي بهم إلى خلف القضبان، وبعد أن كانت عند بعض المجموعات شيء من الكفر، وفي أفضل تحولاتها صارت بدعة، أصبحوا اليوم من أكثر المتغنين بها وباسمها يرتكبون أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان ويرتكبون أكبر المفاسد. نعم، لقد تحقق ذلك التغير الديمقراطي المعتوه عندما بدأ أعداء الديمقراطية يقبلون بلفظها ويتلمسون الطريق لممارسة تضليلهم لمتبعيهم، أصبحوا يتغنون بها وباسمها أي باسم الديمقراطية جورا وبهتانا للاستمرار في ممارسة الفساد والإجرام بحق غيرهم، ظنا منهم بأنهم يضللون الشعب ويضللون المجتمع الدولي الذي أصبح يتابع كل شاردة مواردة في مجرى التحولات الديمقراطية ومدى توافقها مع مجمل المعايير التي وضعتها المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لكل من يريد أن يكون جزءا من هذا العالم الذي أصبح اليوم لا يرضى بأقل من كرامة الإنسان وحريته وحقه في خيرات وطنه من ثروات بشكل متساوي مع غيره من المواطنين دون أي تمييز، وحقه بالعيش الكريم في وطنه، وحقه الكامل في المشاركة باتخاذ القرار السياسي في إدارة الوطن عبر مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية بشكل حقيقي.
الحراك الوطني في البحرين من أجل الديمقراطية ناحية أو قراءة تاريخية. رغم أن الورقة سوف تركز على سير هذا الحراك على مدى 3 عقود الماضية، لكنه من المفيد أن نذكر بأن نضال شعب البحرين من أجل هذا الهدف قد بدأ منذ أن تفتحت عيون النخب والتجمعات السياسية التي يزخر بها تاريخ البحرين السياسي على شيء اسمه الحرية والكرامة وحق العيش الكريم. وقد امتدت هذه المطالبات منذ بداية 20s من هذا القرن. قد تتمثل في البداية بمطالبات فردية نخبوية، إلا أنها سرعان ما تتطور إلى تحركات شعبية تعبر عن ما يختزنه هذا الشعب من شعور بالضيم والامتعاض من ما كان يمارسه المستعمر وأعوانه الحكام. لقد امتدت هذه المطالبات منذ 20s من هذا القرن، وقد تتمثل في البداية بمطالبات فردية نخبوية، إلا أنها سرعان ما تتطور إلى تحركات شعبية تعبر عن ما يختزنه هذا الشعب من شعور بالضيم والامتعاض من كل ما يمارسه المستعمر وأعوانه الحكام من فساد وكبت للحريات. وكان دائما يوجد في هذا الشعب من يرفض هذا الظلم ويتصدى لقيادة أي تململ يعتمل داخل صفوف الجماهير. وهذا ما تحدث عنه التاريخ الوطني لشعب البحرين منذ حركة 20s حتى وقتنا الحاضر. لقد مر الوطن منذ ما يقارب على 100 عام بكثرة من المحن والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نتجت عنها العديد من التحركات الاحتجاجية والانتفاضات الشعبية التي تطالب بالإصلاح والديمقراطية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات السياسية المصيرية. وقد مر الوطن على ضوء تلك المشكلات بعدد من المحطات التاريخية نتج عنها بعض التقدم المنقوص الذي ما يلبث أن يتم الانقضاض عليه بشيء من التراجعات السياسية من قبل الحكم بعقليته التي تحن دائما إلى الماضي دون أن يعي هذا الحكم بأن الزمن يمضي وأن الشعب لن يقبل بالرجوع إلى الوراء. منذ فترة 20s بالتحديد تاريخ 23 طالب الشعب بحقه في الحرية والكرامة والمشاركة في اتخاذ القرار، فقارع الاستعمار ومن والاه من عشائر عندما طالب بالاستقلال وبالحريات الديمقراطية وبدولة مستقلة يحتكمها القانون تسود فيها العدالة والمساواة بين كل المواطنين. فجوبهت تلك المطالبات بالتنكيل بقادة تلك التحركات سواء بالاعتقال أو النفي أو الإبعاد عن أرض الوطن بهدف العزل أو إسكات هذا الصوت الوطني الذي يستنهض الشعب للمطالبة بحقوقه. فكان لهم القمع والتنكيل، لكنهم لن يستطيعوا أن يخمدوا هذا الصوت. في بداية 30s أو في نهاية 30s عاود الشعب حراكه وبدأ صوت الحق يعلو من جديد في وجه الظلم واستمراء حقوق الناس ونهب الأراضي والاستيلاء على ثروات الوطن من قبل المستعمر ومن المتنفذين المتعاونين معه. فكان هذا الشعب بعوائله الوطنية ولادة للمناضلين الذين لا يخشون في قول كلمة الحق أمام سلطان جائر، فانبرى منهم قادة وطنيون مثل سعد الشملان وعلي الفاضل والزياني وغيرهم ليحملوا آمال الشعب في مطالبهم السياسية ذاتها التي رفعها الشعب قبل سنوات. فما كان من الحكم بمعونة المستعمر إلا أن يمارس أسلوبه المعهود مع أي مطالبات شعبية تنادي بالحرية والكرامة والعدالة وفي توزيع الثروات ووقف الفساد إلا عن طريق الغمع والاعتقال ومن ثم الإبعاد عن أرض الوطن. في عام 54-56 حيث لم يمر أكثر من 15 عاماً على تلك التحركات حتى عاد فيها الشعب وبأكثر قوة وتنظيم في إعلاء صوت الحق ومعاودة المطالبات المحقة في المشاركة السياسية والاجتماعية في اتخاذ القرار. فجاءت انتفاضة 54-56 حركة هيئة الاتحاد الوطني التي تعددت مطالبها وامتزجت فيها المطالب الاجتماعية المعيشية بالمطالب ذات الطابع السياسي الوطني.
فارتفعت المطالب بحق العمل وبحرية العمل النقابي والمشاركة في اتخاذ القرار من خلال مجلس تشريعي منتخب يعبر عن إرادة الشعب، يشارك الحكم في التشريع والرقابة على عمل السلطة التنفيذية، وحق كل فئات الشعب في تشكيل مؤسساتهم المجتمعية التي تعبر عن إرادتهم وتدافع عن حقوقهم، وعلى رأسها النقابات العمالية، إلى جانب ما برز لأول مرة في وعي الحراك الوطني في المطالبة بترحيل المستشار البريطاني بلغريف، حيث لخصت مطالب تلك الانتفاضة في إقامة مجلس تشريعي منتخب، تحقيق استقلالية القضاء وإصلاحه، حرية العمل النقابي وشرعيته، حرية عمل الصحافة، والإصلاح الإداري وعزل المستشار البريطاني. فما كان للاستعمار ونظام الحكم آنذاك إلا أن يمارس سياسات الفتك بوحدة المجتمع من جهة، وأسلوب القمع الذي لم ينفعهم في إسكات صوت الحق. فأشهر الحكم سلاح الطائفية أسوة بالسياسات التاريخية لأسيادهم المستعمرين في سياسة فرق تسل، بالرغم من كل ما بذل من جهد ومال لتغذية واستنهاض لذلك الداء المكبوت الذي اسمه الطائفية، إلا أنهم باءوا أخيرا بالفشل الذريع أمام وعي الشعب بمختلف طوائفه ومكوناته السياسية، فكانت لهم بتشكيل هيئة الاتحاد الوطني أقوى ضربة توجه ضد ذلك المشروع البغيض لتفتيت وعدة الشعب في مواصلته لانتفاضته ضد الظلم وفي استمراره في حراكه الوطني ومطالبه المشروعة طوال ما يقارب السنتين، حتى تحت لواء قيادته الوطنية الموحدة هيئة الاتحاد الوطني. هذه القيادة الوطنية التي وأدت شر الطائفية ووحدت صوت الشعب في إصراره على نيل حقوقه، فما كان من المستعمر ومن ورائه الحكم المستبد إلا بالعودة إلى أسلوبه وطبعه الأصلي في التعامل مع شعبه في كل مرة يرفع في هذا الشعب الصوت عاليا للمطالبة بالحقوق، عبر تشغيل آلة القمع والاعتقاد والمنافي علّه يستطيع أن يحجم من قوة هذا الصوت، لكنه للمرة الأخرى لن يستطيع أن يسكته إلى الأبد. هكذا كان الأمر، وكان فيه نفس الحكم ونفس الأسلوب ونفس المكابرة أمام انتفاضة مارس 65 والانتفاضة العمالية في 72 والانتفاضة الطلابية في 73 وما رافقهما من حملات اعتقال متكررة بحق الوطنيين الشرفاء من أبناء الوطن أمام أي مطالبات شعبية بالديمقراطية الحقة بما تحتويه من حق في تكوين النقابات والأحزاب وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في اتخاذ القرار عبر سلطة تشريعية منتخبة لها الحق الكامل في التشريع والرقابة، حتى أن أدخلنا الحكم هذه المرة بمفرده بعد أن نالت البحرين استقلالها في 14 أغسطس من عام 1971 في دوامة عميقة لم تستثني هذه المرة حتى المؤسسات الدستورية التي استند عليها واقع الاستقلال من هذا البطش، وما أقدم الحكم على حل المجلس الوطني عام 75 وشن حملة اعتقالات واسعة طالت كل القوى والشخصيات السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية الديمقراطية منها والدينية، وعلق العمل بدستور البلاد لعام 73 وسن قانون أمن الدولة السيء الصيت الذي حكمت به البحرين طوال 30 عام، لم يسمح الحكم بخلالها بهذا القانون لأي مواطن أن يعبر عن رأيه حتى في القلوب، حيث أعطى ذلك القانون وزير الداخلية الحق في أن يعتقل أي مواطن بمجرد الشك فيه لمدة 3 سنوات، رغم أنه قد قبع في السجن تحت هذا القانون عشرات المناضلين ولمدد تفوق 5 سنوات من دون أي تحقيق أو محاكمات عادلة، وتم استشهاد العديد من المناضلين تحت التعذيب في السجون من دون أي محاسبة للقتلة، مما أدخل البلاد في نفق مظلم لم يستطيع الحكم رغم بطشه أن يكسر إرادة هذا الشعب عن المطالبة بحقوقه التي ما زالت مع الأسف تهدر كل يوم. فجاءت انتفاضة التسعينات مشحونة بكل ما أصاب الشعب من ضيم واحتقان، نتج عنها اضطرار الحكم لإطلاق مبادرة بين قوسين المشروع الإصلاحي لخروجه من عمق الزجاجة، تسامح معها الشعب وترفع بها على جراحاته، ووافق بشكل شبه إجماع في التصويت على ميثاق العمل الوطني لحاجته هو أيضا، أي حاجة الشعب أيضا وقواه الوطنية
وحاجة الوطن بشكل عام للخروج من عنق الزجاجة أيضا، إلا أن هذا المشروع لم يسير على سكة الحل الصحيح لأزمة الوطن الحقيقية، والتي تتركز في الحل السياسي والدستوري للبلاد. فتلكأ المشروع وتم التنكر لأهم ما تعهد به الحكم للشعب في إجراء الإصلاح الحقيقي للبلاد، فعادت الأزمة من جديد. مع حراك 14 فبراير 2011 التي وجد فيه الشعب نفسه أمام جملة من التراجعات على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي عن كل ما بشر به ميثاق العمل الوطني، مع استمرار سياسات التطفيش والتهميش والإقصاء لمؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعيات السياسية والمساس بالحريات الديمقراطية وحرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب تفاقم المشكلات الاجتماعية في المجتمع التي تمثلت في ارتفاع حجم البطالة وعجز الدولة عن إيجاد الحلول الصائبة للمشكلة الإسكانية، وتفشي ظاهرة الفساد في العديد من أجهزة الدولة التي عبر التقرير السنوي للرقابة المالية بين قوسين الرسمي مراراً عن الفتات منها من دون أي حل يذكر، ناهيك عن سياسة تغليب الحلول الأمنية لأي مطالبة بالحقوق، الأمر الذي شكل الأرضية الخصبة والسبب الرئيسي في اندلاع التحرك الشعبي الكبير في 14 فبراير 2011، وما نتج عنه من تعميق للأزمة السياسية بشكل أكبر، وخاصة بعد أن ساد تغليب الحلول الأمنية المفرطة على الحل السياسي في تعامل الحكم مع ذلك الحراك السلمي الذي اختاره الشعب هذه المرة بأكثر وعي وتصميم للتعبير عن مطالبه. ومع ذلك فقد عمد الحكم إلى التصعيد وممارسة القوة المفرطة في مواجهة الحراك الشعبي، وسادت لغة العنف الممنهج ليسقط العشرات من الشهداء وزج الآلاف في السجون والفصل الجماعي من العمل والتشجيع والتحريض على الاقتتال الطائفي بين أبناء الشعب الواحد، وممارسة سياسة الحقد والانتقام ضد كل من يعترض على سياساته، الأمر الذي وضع الوطن أمام محنة كبرى من جديد تلقي على عاتق كل الوطنيين والمحبين لهذا الوطن أن يشحذوا الهمم من أجل إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على وحدة الشعب وسلامة الوطن وتقدمه. وشكراً.